مشاهدينا الكرام، أرحب بحضراتكم من جديد من داخل مجلس النواب في إطار هذه التغطية الخاصة على شاشة إكسترا نيوز يمكن يوم هام جدا فيما يتعلق بعد النظر من قبل اللجنة المختصة في مجلس النواب لبرنامج الحكومة. اليوم يمنح البرلمان أو ربما لا يمنح البرلمان لبرنامج الحكومة الجديد ثقة. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم سيادة النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب. سيادة النائب أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بإكسترا نيوز داخل مجلس النواب. خليني أسأل حضرتك سيادة النائب، يمكن اشتغلتم على البرنامج على مدار الأيام الماضية اللي بنتكلم 60 ساعة وأكثر تقريبا مع الوزراء المعنيين في كل ملف، إيه أبرز يمكن ملاحظات حضرتك على الملف المتعلق بالنقل؟ طبعا يعني حضرتك متابعة كويس، يعني هو يعني بس الحقيقة هي مش 60 ساعة، 70 ساعة الحقيقة، 6 أيام 70 ساعة الحقيقة. اتكلمنا فيها في 4 محاور، محور الأمن القومي دي كانت واحدة، المحور الثاني المتعلق ببناء الإنسان، المحور الثالث وهو الخاص بجذب الاستثمارات والتنمية الاقتصادية. الحقيقة يعني المحاور كلها بتدور في إن مصر استقرت أمنيا الحمد لله، وإحنا شفنا الدور اللي عملته وزارتي الداخلية ووزارة الدفاع، دور قوي في الفترة الماضية، ولكن أنا الأوان إن إحنا كل يوم يبقى عندنا 10 مصانع أو على الأقل 20 مصنع جديد، عندنا 100 فدان يتزرعوا جداد، وده يعني التوجه بتاع سيادة الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي قال له التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، بالإضافة طبعا للنقطة المهمة جدا بناء الإنسان. بناء الإنسان يعني إيه؟ يعني علاج، يعني معيشة كويسة، يعني تحكم في الأسعار، يعني علاج، يعني تعليم، ده كله إن شاء الله هتحققه الحكومة إن شاء الله خلال الفترة القادمة. الحقيقة على مدار يعني 6 أيام يمكن في وزراء قعدنا معاها 6 ساعات و7 ساعات، وهي المجموعة الاقتصادية، لأن الحقيقة احنا يهمنا في الفترة اللي جاية، احنا قلنا في حاجة مهمة جدا، رضا المواطن ورفاهية المواطن. رضا المواطن ورفاهيته لن تأتي إلا فرصة عمل، علاج، تعليم، صحة، كل هذه الأمور. الحقيقة في الفترة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله المواطن حسب برنامج الحكومة اللي احنا يعني ناقشنا معهم مناقشة جيدة باعتبار المادة 126 الخاصة بدراسة البرنامج. الحقيقة يعني أنا متوقع خلال الفترة القادمة أن يكون هناك طفرة كبيرة في التنمية الاقتصادية في مصر وجذب الاستثمارات، زي ما حضرتك شايفة طبعا العاصمة الإدارية، وإحنا جايين كلنا في الطريق ما شاء الله، طرق ومباني عظيمة ووزارات وحي حكومي وبنوك. اسمحي سيادة النائب، المرات البرنامج يمكن أكثر تفصيلا مع توقيتات زمنية محددة وضعتها الحكومة مع حضراتكم للتنفيذ. أدوات الرقابة، عملية الرقابة من قبل حضراتكم ينتظرها المواطنين، لأنه المرحلة دقيقة جدا، كيف ستكون؟ الحقيقة دايما كانت بتبقى الخطة خماسية، يعني 5 سنوات، المرة دي الخطة ثلاثية، هي 3 سنوات، وده اللي فيدل على أن نية الحكومة تتجه فورا إلى أن يكون هناك تنمية اقتصادية وخطة مهمة جدا خاصة بالاستثمار وجذب المستثمر وخاصة ببناء الإنسان. إحنا الحقيقة قلنا الحكومة كل السادة الوزراء اللي كانوا موجودين معانا ونواب رئيس مجلس الوزراء، احنا هنفعل جميع الادوات الرقابية وهنحاز للمواطن كما كنا دائما منحازين للمواطن، ولكن الفترة القادمة بناء على تكليف سيادة الرئيس واختياره للدكتور مصطفى مدبولي والمجموعة الاقتصادية، ويمكن سيادة الرئيس اشار اكتر من مرة الى اهمية المجموعة الاقتصادية وان المجموعة الاقتصادية هي اللي تبني الانسان، بحيث ان يكون في هناك مستثمرين، نزيل كل العقبات امام المستثمر الاجنبي والمستثمر المحلي، يكون عندنا حاجات كتيره جدا. احنا النهارده شفنا حاجات متطوره وحاجات كبيره جدا، يعني حضرتك اتفرج على العالمين النهارده، العالم عالمين، مصر العالم كله بيتفرج عليه، وحضرتك كنت موجوده وشايفه الحاجه العظيمه اللي عملتها مصر النهارده، العاصمه الاداريه، كل دي اصبحت ايقونات بيشوفها العالم. وبالتالي احنا عندنا كمان ان شاء الله خلال الفتره القادمه هيكون عندنا ايقونه كبيره جدا في الصناعه، في الزراعه، في الصحه، في التعليم، في الاستثمار، وانا ان شاء الله بوعد حضرتك ان احنا نفعل ادواتنا الرقابيه، ومعنا الاعلام كمان، لان انا الاعلام بعتبره رقيب ايضا على عمل النواب وعمل الحكومه. سؤال اخير بس من الكواليس يا فندم، واضح من كلام حضرتك ان حضراتكم جميعا يعني كان في فرصه تجتمعوا مع كل الوزارات او مع كل الوزراء حتى لو خارج نطاق اللجنه المعنيه.
شوفي الطبيعي سيادتك ان الادوات الرقابيه حسب لائحه مجلس النواب القانون رقم 1 سنه 2016 بتتعلق بجزئين، رقابه وتشريع. الرقابه ان انا بيجي المسؤول الحكومي بساله في الادوات الرقابيه بتاعتي، التشريع اذا كنت اصدر قانون او هعمل اقتراح برغبه او خلاف. ولكن هذا التعاون اللي نص عليه الدستور 2014 بين السلطتين التشريعيه والتنفيذيه من اجل ان يكون هناك برنامج واضح، وحضرتك ذكرتها، ومحدد المدة، بالإضافة إلى أنه برنامج يتحدث عن تنمية الإنسان. أنا بقى كمواطن عايز أوصل للرضا، فأوصل للرضا إزاي؟ من خلال الحاجات اللي قلت حضرتك عليها، بالإضافة طبعا إن سيادة الرئيس أكد وأشار إلى أنه لازم يكون هناك رفاهية في الفترة القادمة يشعر بها المواطن المصري، ويحس أن الحكومة القادمة أتت لرفاهية المواطن. خلاص احنا عملنا الجمهورية الجديدة، احنا عملنا الطرق، عملنا المواصلات، عملنا الانشاءات، عملنا الساحل الشمالي اتفرج عليه، وانا يعني انا يمكن كنت متابع امبارح ما يحدث في العالم عالمين، الحقيقة حاجة يعني نفتخر بيها امام العالم جميعا. يمكن العاصمة الادارية كمان اللي ما جاش اتفرج، انا بقول له تعالى شوف العاصمة الادارية، اكيد هتعرف ان انت هتبقى فخور ببلدك. لو في مستثمر اجنبي اتفضل تعالى شوف العاصمة الادارية، شوف المدن الجديدة اللي حصلت، شوف الطفرة اللي حصلت خلال الفترة الماضية. لا احنا اصبحنا الان الحقيقة يعني امام طفرة هائلة وكبيرة جدا لم تحدث من قبل. انا بقول للمواطن المصري اطمئن، احنا نراقب على الحكومة بكل ادواتنا الرقابية، والحكومة عازمة بجد. ما هو مش الوزير هيجي يعني يقعد 6-7 ساعات عشان يناقش برنامج الحكومي ويصدر وعود خلال الفترة القادمة واحنا مش هنراقب. لا ان شاء الله باذن الله يكون في خطة وبيان، وان شاء الله النهاردة يعني بعد التصويت سواء بالموافقة او الرفض، عشان ما اقدرش احجب على زملائي النواب، ان شاء الله باذن الله هيبقى في يعني بشائر خير بداية من بكرة ان شاء الله. شكرك يا سيادة النائب، شكرا جزيلا. شكرا جدا لحضرتك. مشاهدينا دي تغطية متواصلة على مدار هذا اليوم على شاشة إكسترا نيوز.